سعياً منها لتنمية المهارات الإعلامية لدى الطلبة وتخريج كوادر مهنية مدربة. جامعة شقراء توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي. تشرفنا اليوم بأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان بتوقيع اتفاقية مهمة جداً مع جامعة من أبرز الجامعات الحكومية، هدفها الأساسي إعطاء الأدوات التعليمية الإعلامية المناسبة والاحترافية للشباب ذكوراً وإناثاً، وأيضاً الباب الثاني والمهم جداً اللي هو تقديم برامج عدة من باب المسؤولية الاجتماعية مع مختلف القطاعات الحكومية ولأهالي منطقة مدينة شقراء ومحافظات تابعة لها بإذن الله. تهدف الاتفاقية لتقديم برامج تعليمية وتدريبية نوعية لتلبية احتياجات سوق العمل في المملكة في المرحلة المقبلة. من منطلق الخدمة المجتمعية للجامعة فإنها تسعى من خلال هذه الاتفاقية التعاون والتشارك مع الجهات الموجودة في المجتمع المحلي لتدريب وإكساب منسوبيهم المهارات الإعلامية الحقيقية للإعلام الرقمي الجديد. يوسف الحميد، شقراء.